جبتني نشعل الروبوطة الصغيرة وهي ما تصر وكان زيد تصرب ليا شي بوطة كبيرة هي اللي قبضت ليا ما تدعقت انا خرجت نجري جاب الله يلقى هذاك باقي عليا الحمد لله على لطف الله اللي كانت شي ثلاثة هادوك كبار واقيلا ما نتفرقوا بعادوا والبوطات الاخرى شحال من ذلك باش تدفع العافيه؟ تقريبا شي 60 هذه كلها كبير ما عرفت ما باقي حسب الله ما باقي عقل كاع تقريبا 10 هكا 10 فين البلاصه اللي ها؟ اسميت هنايا؟ باب التباه سوق الشعر الغاز هو اللي تسرب واقيلا تسربات شي وحده كانت محلوله ولا ما عرفت وهي الغاز مشى تواقع لي هذا ماشي راه ماشي بحال هاد بزاف كان ديك ساسي بس ما كاين ماشي بزاف بحال هاك كاين شي وليدات تصرف ولا خوتي هما اللي تنصرف على خوتي من هاد المحل هذا جاو البام بيوم اللي تفاول نازل دوروا لهم الناس هما اللي جاب الله تقول القضيه ما لا الله واحد انا كاين ما قدرتش انا جهدات بزاف لا الله الله واحد تعاونوا معنا الله لا 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 السكينة ما وصلها شي حاجة حصل غير عندي أنا الحمد كاملة مشات تحرم كلها مشات كلها مش أنا خصنا شي تعويض على الشيء اللي عطى الله السلام عليكم بالنسبة للفرقة هاد الانفجار اللي دارنا هذا أخ ديالنا عبد الجليل من عائلتي أنهم العائلة الحمد لله يلا مشيت من عنده كنت عنده وتن كل صباح تنجي عنده تنقعد معاه ويلا مشيت من عنده قال لي يا مصيبات يلا شعل بغيت صيبات ويات شعلات عليه العافيه انه عنده البوطات هو اللي تيعطي لهاد السكينه هو اللي تيعمر لهم القنينات وعنده عدد كثير شويه ولكن الحمد لله خساره ماديه الحمد لله جاو السكينه طفات شويه دارت المجهود ديالها واخا اخينا السي خالد تقاس ولكن اتصلنا بالاخ ديالو في السبيطار الحمد لله جاتنا خبر راه الحمد لله ما تقاش الحمد لله خرجت مطرفه ولكن الحمد لله حتى هو هدف في القلب ديالو داخليين اخينا عبد الجليل هو تقاس داخليا واخا ما تقاس باينه راه تقاس من الداخل ولكن الحمد لله جات الوقايه المدنيه حتى هي ضربات المجهود ديالها كل من الوقايه المدنيه لكل مشات السكينه كلها الحمد لله راه عدد القنينات راه الارض حيت تفرقعوا توك ثلاثه القنينات راه الحمد لله تزعزعات بين الارض وشي الحمد لله ولاد الخلعه كاين اللي تخلع كاين اللي مسكين قال ولادي مشى والمحل اللي مشى ولكن الحمد لله جات الوقايه المدنيه هي اللي ولات اعتقات الموقف و تقاسيه الضو شعلات فيه الضوء العافيه ولكن الحمد لله هي ثلاثه القنينات هما اللي شعلات فيهم العافيه وتنتمناو هذا ابتلاء من عند الله عز وجل لا ربما يحيد عنا هذا الوباء وتنتمناو من الله يشافيه ويعوضه خير من خير عنده هو تيصرف على خوتو هو ميت عليه با ومو هذيك الدكان خلي عليه با من جدودو هو قابدو وارث عليه وهو تيصرف على واحد الخوت ولكن الحمد لله حنا تنتمناو يحيد هاد القنينات كاع بمره انه هذه المره الثالثه على التوالي تحرق الاولى دازت شي باس ما كانوا الثانيه تحرق دار شهرين وهو في السبيطار وجاتو شال الفلوس هادي ولكن السلام عليكم اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة